السلام عليكم. اليوم بنتكلم عن شو اسمه فصل الشتاء، وفي أسئلة جتني بنجاوب عليها. مثل في بعض الناس يسأل يقول وش أوكل الحمام؟ شعير، قمح، ذرة، ما في شيء اسمه كذا. يعني هذه بداية الفشل. الحمام شو اسمه زيه زي أي كائن حي، لازم تنوع له. يعني مثلا انا ما اعرف، يعني كل واحد واعداد اللي عنده يحسبها مع نفسه. مثلا عندي، مثلا انا مثلا 15 جوز حمام، ابى اشتري لي كيس قمح وكيس شعير وكيس ذرة وكيس، طبعا الذرة ماني مكثر منه، نص تقريبا كيس، وعدس وحلبة. طبعا حلبة باخذ شوي، يمكن كيلو. زين، العدس كيلو. كل فترة مثلا الحلبة ما أحطها لحالها، أحطها مثلا مع القمح، لأن كل عنصر اللي أنا ذكرته فيه شيء ما هو في الثاني. يعني مثلا الشعير يتميز للطيور كلها بوجه عام الكالسيوم، في كالسيوم كبير، باقي الحبوب ما فيها كالسيوم. القمح في فوائد كثيرة، العدس في فوائد كثيرة، عندك هذا شو اسمها المكعبات فيها فوائد كثيرة، كل شيء له فوائد. الأفضل وكطريقتي أنا شخصيا، ولا أحكم على أحد أن يعملها، إذا ناسبتك خذها، إذا ما ناسبتك عندك ما سمعتها أو أنك تستفيد من شيء منها أو كذا، بكيفك. أنا أشتري كيس شعير، زين، مو أنا أشتري كيس مشكل تقريبا ب 51 ريال، وفي في انواع، طبعا ماني ذاكر اسماء الشركات عشان ما احدكم عليهن. يعني مثلا تقول لازم هذا، لا، الشركات كثيره، يمكن تروح للسوق بتحصل لك 20 شركه، كل ابوها متقاربه، ترى كل ابوها متقاربه. زين، يكون فيها قمح، يكون فيها شعير، يكون فيها ذره. طبعا الذره تكون اقل، لان الذره تربي في الحمام دهن، الدهن يعطل عندك التفريخ وتشحم الطيور والمبايض حقات الطير، يجي عليهم شحوم، ما تقدر الأنثى تبيض، أو يحصل انحصار في البيض وتتعب الأنثى وتموت. بالطريقة زي هذه، هذه أنا طريقتي. ليش؟ لأن إذا كبيت عندهم بيصير عندهم التشكيلة كاملة، ولكن أنا أضيف عليها دخن. طبعا الدخن أشتريه من المحمصة كيلو، كل ما أخذت لي كم يوم كذا، طبعا في الشتاء إذا أخذت لي كل 10 أيام كذا، 10 كذا، كبيت لي باليد على شوية دخن وعدس. طبعا هو يجي في المشكل، يجي فيه عدس ويجي فيه دخن، ولكن أنا أحط زيادة يعني باليد كذا، لأن إحنا أيام الشتاء، أيام الشتاء لو حطيت أشياء فيها دهنية ما تأثر، لأن الطير محتاجها، لأنها تدفيه، وحتى الذرة. ولكن الذرة البيضاء أنا ضدها، دهنها كثير، الدهن الذرة البيضاء. الذرة الصفراء حلوة، أو كسر الفول حلو، كسر الفول يعني حبات الفول مطحونة، مو بلازم مجروش مجروش، يعني مدقوقة شوي عشان الطير يقدر ياكلها. وطبعا بتحتاج لك الفيتامين، وبتحتاج لك الأملاح المعدنية، وش اسمه مضاد معوي ومضاد تنفسي، وبتتابع طيورك اي شيء ما شيء كذا تعطي. والنقطة اللي هي أهم، إذا يعني قدر الله ولقيت عندك طير مصاب تنفسي أو معوي، طبعا واجب عليك إنك تعزله على طول، ما تعزله جنبهم، تعزله بعيد. زين، الشيء الثاني على طول تتجه للشبك حقك، زين، وتاخذ معك علبة تحط فيها شوية ديتول وكلور والباقي مويه، وترش الأرضية وترشش المجاسم والأشياء اللي تقعد عليها الطيور والرفوف وكذا، عشان تقتل البكتيريا ما تنتشر، لأنك لو عزلت الطير لحاله ما راح يكفي. إذا كان معوي، حتى لو كان تنفسي ممكن يصير أعدى شيء، بس إنه ما بعد يعني تبينت عليه. على ذلك دائما أي شيء تحصل لك بالطريقة هذه. وش اسمه والأعلاف، طبعا في بعد إمكانيتك مثلا إنك تاخذ لك خبز وتحطه في الشمس يومين لين يبس الخبز الباقي من عندكم.
وتدقه وتقدمه للحمام، تقدمه للدجاج، حلو، تقدرك تخمره في مويه وتقدمه لهم، حلو. ولكن ما اقول لك كل يوم، لا، يعني وجبات كذا، يعني وجبات لازم تنويع. يعني هو زي الانسان، تخيل الانسان كل يوم ياكل رز 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 رز، يا اخي يتعب. لازم ياكل رز اليوم، ياكل معلبات من البقاله، زبادي، زيتون، ياكل كذا، ياكل خضار، ياكل فواكه، ياكل لحم، ياكل دجاج، ياكل سمك، ياكل بيض. لازم. الطيور نفس الحكايه، ترى ما هي يعني وهي واقفه عليهم لحالهم. وطبعا هذه طريقتي. واللي بيتكلم عن الارباح وما الارباح، في قاعده في الطيور انا جربتها. الطير اللي تشتريه ب20 ريال، الجوز اللي تشتريه ب20 ريال، تقريبا ربحه في احسن الاحوال، في احسن الاحوال ربحه بعد شهر ونص تقريبا 20 ريال، هذا في احسن الاحوال. اما الطير اللي طبعا انا ما اتكلم عن نوع واحد معين، لا، اي نوع. الطير اللي بتشتريه مثلا بألف ريال، بألف، وفي أحسن الأحوال بتبيع ب900 إلى 800. ليش؟ لأن الطير بسعر أمه وأبوه. إذا جيت الحين ولقيت لك حمام قطيفي الجوز ب20 ريال أو باكستاني، وانتج عندك وطلعت الطبات، الطبات بتروح تبيعها بكم؟ بتبيعها ما رايح تزود عن سعر أمها، أمها منتجة وتشاريها ب20، زين، بعتها لنا ب18، يعني تصير هذا ربح. الشيء الثاني، ناظروا سرعة الزاجل كيف سرعته في الطيران. الزاجل سريع سريع مرة 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 بشكل خيالي. طبعا ترى الزواجل، بتكلم عن الزواجل، الزواجل أنواع، فيه النوع الأصلي وفيه النوع الهجين. الهجين اللي حطوه للزينة وما الزينة والألوان وكذا وكذا، وكل أبوها ما تنفع، ما ينفع إلا الأصلي. الأصلي طبعا لا يتقلب ولا يسوي حركات ولا شيء، بس صعب تفريخه لأنه يعتبر كأنه بري شوي، وياخذ حذره، هذا الأصلي. أما الهجين حالها زي حال الطيور الباقية. إذا شريت لك مثلا طير بألف ريال، الجوز بألف ريال، وأنتج بعد شهر ونص، طبعا أنا أحط احتمالات شهر ونص الإنتاج، خلينا نقول شهرين، بعد شهرين، لان خلينا نقول 20 يوم كذا، ما يعني ما انتج او كذا، خلينا نقول 3 شهور. يلا، طبعا احنا نتكلم عن الجوز الواحد، وانت تقدر تحسبها بكم جوز. مثلا انت بتشتريك مثلا 3 جواز، كل جوز ب 1000 ريال، 3000 ريال، يعني بعد تقريبا 4 شهور بتبيع فراختهم، اقل شيء بتبيع على 800 ريال اقل شيء، الجوز يعني الجوز الواحد، وانت تضربها في 3، واللي يبغى 4 5 6 يسوي نفس العدد هذا ويحسب. هذه الطريقة. العصافير، أنت اشتريت عصفور نفس الحكاية، الجوز ب 40 ريال وفراخته بتبيعهم ب 40 ريال. شريت لك ببغة ولا عصافير زينة ب20 ألف، بتبيع فراختهم أقل شيء بحول 5000. طبعا مو تقريبا بتبيع الجوز الواحد، مثل ما عندك الببغاوات، شريت لك جوز ب 13، انتج لك، طبعا الببغاوات تنتج كثير، انتج لك 6 ولا 5 ولا 4، بتبيع كل واحد تقريبا بحوالي 3000، وعندك 3 فراخة، يعني بتصير حلوة. طبعا انا طبيعتي مع الطيور كلها بوجه عام، انوع لهم في الاكل وفي الشرب، واعتني في النظافة، وعندي مضاد تنفسي، وعندي مضاد معوي، وعندي فيتامين، وعندي املاح، وعندي كالسيوم سائل، وعندي كالسيوم بودر، وعندي كذلك علبة فيها شو اسمه الأملاح المعدنية مع الفيتامين مع المضاد التنفسي والمعوي. أحيانا بعض الطيور تشكل علي، ما أعرف وش اللي مشكلتها، أحيانا يحصل مشكلة تشكل عليك، يعني حتى لو توديه البيطري يتشكل عليه، يعني أحيانا ياخذ عوارض مرضين أو 3، ما تدري هو هذا ولا هذا. في الحالة زي هذه أعطيه من الشامل، بحيث اني ايش اصير، لان اكثر امراض فيروسيات ما فيروسات، هذا الشامل قضاها على الفيروسات سريع، اجي احط هذا. والعلاجات طبعا نوعين، في انواع اوروبيه وانواع وطنيه او اردنيه او مصريه او سوريه. انت خلك في في الاشغال الوطنيه والسوريه والاردنيه وغيرها، لانها تكون ارخص، ارخص بشكل كبير. يعني العلبه إذا أنت شريتها أوروبي
زين، تطلع لك العلبة أقل شيء ب80 ريال، 400 جرام. ولكن لو شريت وطني أو أي من دولة عربية بتشري لك تقريبا كيلو كيلو، يعني أكثر منه مرتين وزود، تشريه ب30 ريال، ب40 ريال، وكل بوهن يجيب النتيجة. لا 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 يهمك، وهذا والله يفرق، هذا ما يفرق، ما في فرق. أنا جربت الأولات، كنت في الأول أجرب الغاليات، والآن بديت في الرخيصات هاي، ولقيت إن كل بوهن سواء. اللي يسأل عن الدجاج، كيف أخلي الدجاج يرجن؟ الدجاج ما هو أنت اللي تخليه يرجن، ولا أنا ولا أحد، هو من نفسه اللي يرجن. كيف يرجن من نفسه؟ هو عنده عقد بيض، يخلصه قبل، لازم يخلص العقد قبل، لأنه مستحيل ينوم على البيض، مستحيل ينوم على شو اسمه، مستحيل انه ينوم، مستحيل انه ينوم على البيض وهو يبيض. لأنه لو صارت بالطريقة هذه، زين خلينا نحسبها مع بعض، لو صارت بالطريقة هذه الحين، مو بيقول لك البيض 21 يوم؟ طيب اذا صار كل يوم بيحط لك بيضة بيضة، بتحسب على اي بيضة؟ كل يوم يطلع لك بيضة بيضة، يعني قبل يوم 20 بيطلع لك بيضة حقت يوم 17، يوم 18، يوم 16. على ذلك ما ينفع، هو ما ينوم، هو يعرف ما ينوم الين يقطع بيض، اذا قطع البيض بينوم. ولكن في حالة من الحالات انه ما لقى المكان مناسب له، طبعا الدجاج اذواق زي الانسان، زي الطيور، زي الحيوانات اذواق، شاف المكان غير مناسب، فيه بساس، فيه قطاوة، فيه ازعاج، ما فيه غذاء صحيح، ما في التشميس، ما في شيء، يعرف هو ان نومته على البيض خساره، ان فراخته بتموت، يعرف هو الشيء هذا. اذا صار الاكل يتاخر عليه، ولا الاكل ينقطع فتره، احيانا ينقطع الماء، احيانا يجي الماء، احيانا شو اسمه تجي بساس عندهم الطامر، احيانا بزارين يجون يمسكون الدجاج ينطلونهم ويرجمونهم، يعني اشياء كثيره تحصل لهم. شو اسمه، يكون الطير ما هو مرتاح في المكان. بالعربي اذا كان ما هو مرتاح من اي ناحيه، الظاهر عندك طاوة في ذاك. نكمل، فتحنا على الكاميرا الثانية بنستمر عليها تنويع. الحمد لله ما في قطاوة. أقول شو اسمه، الدجاج ما صار مرتاح في المكان هذا بأي شيء، يا من غذاء، ما تشميس، أمور كثيرة يعتمد عليها. الحين بعض الطيور إذا حجرتها، مثل عندك البلابل أسمع الصوت بس ما شفت شيء. أنا أتابع بالكاميرا. المهم، بعض الطيور مثل البلابل اللي اعتماد كبير على الدود القطبي والدود الأرض وكذا، إذا ما في القفص زي هذه ما يفرخ أبد. يعرف أن الفراخة لازم، هذه هو اللي مقومات الحياة لها. هذول نفس الشيء، ترى مو بتحسب أنهم يعني أغبياء أو ما يفهمون، لا، ولكن احنا لا نفهم لهم ولا يفهموننا، ولكن هم غير ناطقين وحنا ناطقين في أمور كثيرة. ولأن الطير الآن، الطير الحين تلاحظه يروح يدور أشياء يأكلها. والله لا أعرف القطة وينها، فيه يمكن بيت الجيران، بس الصوت قوي. ولكن انا ما عليه الحمد لله، طيور يكثرها في قفاص، ما عدا الدجاج معهم الديك. الديك يطرد القطاوة طرد. تونا غاسلين ومنظفين، شوف كيف وسخ. وطريقة الطيور في التفكير وكذا مختلفة عنا، ولكن الانسان ما يعرف وش مشكلته، هو يعرف وش مشكلته. الحين صار عنده نقص كالسيوم، وانت حاط له كالسيوم يروح ياكل من الكالسيوم، تلقى يكثر منه. لو تحط كالسيوم، هو ما في نقص كالسيوم ما يروح ياكل. اذا ما حطيته كالسيوم وهو عنده نقص كالسيوم او املاح معدنيه، راح يضطر انه ياكل البيض علشان فيه كالسيوم، او ينتف جناح غيره عشان يشرب دم غيره علشان يعوض النقص اللي عنده الكالسيوم. يعني الطير عنده يعني اشياء، يعرف وش مشكلته.
وهذا ما عندنا إن شاء الله أني أفدتكم، وهذا ما هذا وهذا ما بقى إلا نقول بيض الله وجيكم على المشاهدة، وما قصرتوا. وش اسمه، لا تنسونا يا شباب، اللي ما اشترك ولا زاير يضغط اشتراك، واللي مشترك يعطينا لايك. يلا يا شباب، بيض الله وجيكم، ما قصرتوا. وتراني على الانستغرام استقبل كل أسئلتكم.